سيداتي سادتي، يسعد الله مساكم بكل خير، واهلا بكم الى نشرة الثامنة من قناة ليبيا، يقدمها لكم احمد جويحة واحمد بوغرسة. اهلا بكم مشاهدينا. وفي عناوين الثامنة: رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد اعيان وحكماء بلدية تراغن الاوضاع السياسية وسبل انهاء الازمة. وزير الخارجية بالحكومة الليبية يطلع على آخر التجهيزات لانطلاق مؤتمر سرت الثاني غدا. تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و377 حالة شفاء. بلدية بنت بيا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للتمريض من منتسبي الهلال الأحمر وجمعية الإسعاف. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس في مكتبه بمدينة القبة عميد بلدية تراغن وعددا من أعيان ومشايخ وحكماء المدينة. هذا وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد ومبادرة المستشار لإنهاء الأزمة الليبية، حيث أكد الحاضرون دعمهم للمبادرة للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، كما وتم بحث عدد من القضايا والمشاكل التي تعانيها بلدية تراغن والحلول المتاحة للتغلب عليها. أنهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز يوم أمس زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقشت الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس. وأجرت ويليامز لقاء مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأطلعت المبعوثة الأممية لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف الحوار السياسي الليبي نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة أوائل الشهر المقبل في تونس. دعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس من الجزائر العاصمة إلى مشاركة أكبر للدول المجاورة لليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة. لودريان قال عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الدور المناط بدول الجوار أساسي، لأنها أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها الأزمة في ليبيا، ويمكنها أن تلعب دورا في الاستقرار مع الجهات الليبية بخلاف تدخل للقوى الخارجية. وشدد على أنه لا حل عسكريا للأزمة في البلاد، داعيا إلى تنظيم لقاء مع جيران ليبيا، ومؤكدا أن جهد هذه البلدان المختلفة يجب أن يسعى لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة. عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اجتماعا موسعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة. وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية إن اللقاء خصص لبحث آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر سرت الثاني غدا السبت، كما واستمع الحويج خلال الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجان المكلفة، وخاصة فيما يتعلق بتجهيز مواقع الإقامة وتجهيز الاتصالات والإنترنت بقاعة المؤتمر وكذلك التجهيزات الإعلامية، كما وتم التحاور حول بنود وأهداف مؤتمر سرت الثاني والوثائق التي ستناقش خلال اليوم الأول.
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز سلسلة من الاجتماعات عبر تقنية الفيديو مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، قدموا خلالها توصياتهم المتعلقة بالعمليات السياسية. كما ودعت عمداء البلديات إلى التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات، كما وحثوا الأمم المتحدة على دعم وتحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للليبيين على مستوى البلديات. من جانبها أشادت البعثة الأممية بمساهمة عمداء البلديات، مشيرة إلى مواصلة التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار الليبي بحسب الموقع الرسمي للبعثة. انطلقت في مدينة كاباو أمس الانتخابات البلدية في 6 مراكز موزعة على مناطق البلدية، وقد ترشحت لهذه الانتخابات 4 قوائم هي الإعمار والعهد والإصلاح والعدل والإعمار، إلى جانب 4 مترشحات للمقعد المخصص للنساء ومرشحين لعضو الجرحى. هذا وقد تراوح الإقبال على العملية الانتخابية بين جيد وجيد جدا، حيث بلغت نسبة الناخبين حوالي 20% من إجمالي المسجلين في الانتخابات. اليوم عرس بمعنى الحقيقي لانتخاب الرجل المناسب في المكان المناسب لشغل عميد البلدية والمجلس البلدي بكاباو، ونتمنى الجميع إن شاء الله تكون اختيارهم موفقة للرجل المناسب إن شاء الله. والله قبول جيد يعني أو إلى جيد جدا الحمد لله من العنصرين الرجال والنساء. الإجراءات دقيقة جدا، المراقبين ولجنة الانتخابات بالكامل كانوا قاموا بجهدهم بالمنوط إليهم، والحمد لله ونشكرهم على مجهوداتهم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. نعم أحمد، في حين تماثل للشفاء 377 مصابا وتوفي 18 آخرون. تفاصيل الوضع الوبائي نتابعها في هذا التقرير. يواصل فيروس كورونا انتشاره في ليبيا وسط تحذيرات من خطورة الموجة الثانية من الانتشار. 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وأعلن المركز في ذات الإحصائية تسجيل 377 حالة شفاء جديدة من الفيروس، إضافة إلى رصد 18 حالة وفاة. بذلك ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 47845 إصابة، بينها 21084 إصابة ناشطة و 26062 حالة تعافي، في حين توفي 699 شخص جراء الإصابة بالفيروس. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أن إجمالي الإصابات المؤكدة يوم أمس داخل البلدية بلغ 43 حالة. من جانبه قال فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في إجازه اليومي إن إجمالي المسحات التي قام بسحبها أمس بلغ 192 مسحة أنفية وبلعومية، وأشار إلى أنها موزعة على 177 مسحة من داخل مقر فريق الرصد و17 مسحة من خارجه. سجل فريق الرصد والتقصي بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية سرمان أمس 39 حالة موجبة داخل البلدية، 16 منها جديدة و23 حالة لمخالطين. وأوضح فريق الرصد أن هذه النتائج جاءت نتيجة فحص 75 مسحة أنفية، مشيرا إلى تماثل 4 حالات للشفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة داخل البلدية أمس. أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق اليوم تسجيل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، وأوضحت اللجنة في بيانها رقم 63 عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا.
تابعت اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة سعد عقوب مهام عملها بمتابعة مركز العزل السريري الطبي الخاص في معالجة المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد ببلدية طبرق. نعم أحمد، حيث اطلعت اللجنة في زيارة ميدانية على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز، إلى جانب قيامها بتقييم جودة الأداء الوظيفي وتفقد المعدات الطبية ومدى توفر الاشتراطات الفنية والقانونية وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللجنة العليا والاستشارية ووزارة الصحة بالحكومة الليبية لتحسين جودة الأداء وإعداد تقارير شاملة لوزير الصحة بهدف تقييم الموقف العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. تكليف اللجنة بتعليمات معالي وزير الصحة للوقوف على جهوزية أقسام العزل من حيث وحدات العناية المركزة وجهوزية الاستقبال الإصابات المتوقع زيادتهم في موسم الشتاء القادم تزامنا مع ظهور حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، كذلك جهوزية الاستقبال أي جراحات طارئة قد تحدث مثل الحوادث أو بعض الجراحات الطارئة، كذلك جهوزية لاستقبال حالات الولادة واستقبال حديثي الولادة وإجراءات الإخراج، كذلك السياسات واستقبال حالات الغسيل الكلوي وفتح بعض أقسام أمراض الباطنة. نشرت اللجنة الطبية الاستشارية بدرنا تقرير شهري لعمل مركز الشفاء للعزل الصحي في المدينة خلال الفترة من 24 من يوليو الماضي إلى 15 من أكتوبر الجاري. وجاء في التقرير أن إجمالي الإصابات بلغ 92 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 64، وإجمالي الوفيات خلال الفترة المذكورة بلغ 28 حالة. هذا وجددت اللجنة مطالبتها المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والصحة العامة حفاظا على سلامة الجميع. أعلن مركز العزل السريري الجفرة بودان وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمركز، وقال في منشور له إن الحالة تبلغ من العمر 79 سنة وهي من مدينة زلة، وقد كانت تحت التنفس الاصطناعي بالعناية الفائقة إثر إصابتها بفيروس كورونا. ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي وبمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يوافق 15 من أكتوبر من كل عام، ألقى المركز الصحي بن زهر بمدينة بنغازي محاضرة توعوية إحياء لهذه المناسبة. وخلال المحاضرة تم عرض فيديو توعوي وتوزيع المطبوعات وتقديم بعض الهدايا الرمزية للحاضرين، وتم التأكيد على أن غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة صحيحة ووقت كاف هو أحد الإجراءات الرئيسية لمنع انتشار العدوى بما في ذلك عدوى كوفيد-19. كلفت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي أمس فريقا صحيا متكاملا لإتمام الإجراءات الصحية والطبية لطلبة مدرسة ضباط الصف التابعة لإدارة التدريب بالقيادة العامة للجيش. نعم أحمد، جاء ذلك للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم، حيث تواجد الفريق بكامل تجهيزاته وقام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل المطلوبة، كما قدم محاضرات وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم أيضا تزويد المدرسة بالملصقات التوعوية. أطلق مكتب خدمات النظافة بالجفرة أمس حملة تعقيم شملت مسجد الفقهاء ومركز الرعاية الصحية بالمدينة، كما وسيتم تعقيم عدد من المراكز الخدمية بمدينة الفقهاء خلال الأيام القادمة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الوباء. قامت الشركة العامة لخدمات النظافة بزيارة لبلدة الفقهاء التي تبعد عن مدينة بحوالي 220 كيلو، وذلك من أجل رش بعض المواقع الخدمية بمنطقة الفقهاء منها وحدة الرعاية الصحية،
وأيضا مسجد الفقهاء وأيضا مدرسة أبو بكر الصديق، وذلك من أجل مكافحة فيروس كورونا وأيضا الوقاية منه، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. ضمن توجيهات المدير العام لمستشفى الشهيد عطية الكاسح إسماعيل العيضة، قامت مخازن المستشفى بدعم صيدلية المركزية بكمية من الأدوية المطلوبة والتي تشهد أسعارها ارتفاعا في الصيدليات التجارية لتكون متوفرة وبالمجان للمواطن. نعم أحمد، الأدوية تمثلت في علاجات للعيون مثل المراهم والقطرات وفيتامينات مقوية للمناعة ومضادات حيوية للأطفال ومراهم جلدية للحساسية وغيرها من الأدوية المختلفة. يعاني مركز الرعاية الصحية بمدينة الفقهاء من شح في الإمكانيات ونقص في الأطقم الطبية. وفي تصريح لقناتنا أكد مدير مركز الرعاية الصحية بالفقهاء زيدان حسن أن المركز يعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى عدم توفر المحاليل الخاصة بالمختبر. وطلب حسن الحكومات الليبية بالعمل على توفير الأدوية والأطباء للمركز. بما يخص المركز الصحي الفقهاء والذي يبعد عن مستشفى عافية بهون 220 كيلو، أتمنى من الحكومات أن تقدم لنا يد العون مما يوجد من النواقص بهذا المركز، بداية بعدم وجود دكتور لنا 6 سنوات أو 7، وعدم وجود أي طبيب بالمركز الرعاية الصحية، عدم وجود المعمل، لا يشتغل المعمل بمركز الرعاية الصحية، يقوم المواطنين بالعناء إلى الذهاب إلى هون لإقامة برامج التحاليل الطبية. أتمنى من الحكومات الدعم لهذا المركز الذي يوجد في منطقة ناية لا يوجد به أدوية، لا توجد به مستلزمات طبية. أتمنى من الحكومات الدعم لهذا المركز والذي يبعد كما نكرر 220 كيلو ويخف من مشقة المواطن للذهاب إلى هون على أبسط الأدوية أو أبسط التحليل. أقيمت بالمعهد العالي للمهن شاملة بنت بيا احتفالية بتخريج الدفعة الأولى للتمريض لمنتسبي الهلال الأحمر في البلدية والجمعية الليبية للإسعاف والاستجابة 7، حيث شارك في الاحتفالية 63 منتسبا من كلا الجنسين ومن مختلف مناطق ومحلات بلدية بنت بيا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. طيلة شهر كامل استمرت الدورة التدريبية للتمريض والتي هدفت من خلال محاضرات ودروس نظرية وعملية مكثفة في التمريض بفروعه إلى التعريف بالإسعاف السريع وطرق التعامل مع الحالات المرضية. قمنا بدورة جميلة جدا، سحب دم وتركيب كالولا وقياس الضغط طبعا بالكامل، وتبارك امتحان سياز 100 والعدد 50 وطالبة 13 طالب. طبعا احنا نفتقر هنا بدات في الجنوب في الخط الباري او في خط مرزق او غير، نفتقر لبعض الكوادر الطبيه اللي هو انشانها طبعا ممكن حتى التدريب من التدريب اصلا في التدريب واحد لنفسه مش عشان تعيين ولا عشان شيء. هذه ما شاء الله طالب اللي تقريبا الدوره هذه تكون من 60 طالب وطالبه، حيستفيدوا وحيفيدوا اهلهم في الاحياش في الاسعافات الاوليه وفي الاغماء وفي الحاجات اللي هي ضروريه اللي مش انا طبعا ينتقل المستشفى ويسال يعني حتى في الحوش ممكن يقدموا مساعده لاهلهم ونفسهم واخوتهم. الدورة التي استهدفت 50 ممرضا وممرضة نالت استحسان المشاركين فيها وذويهم، خصوصا أن المنطقة تفتقر للعدد الكافي من كوادر التمريض للتعامل مع حالات الإسعاف والاستجابة السريعة بمناطق البلدية. استفدنا منها استفادات كثيرة، منها تعلمنا إسعافات أولية وكيفية تركيب الكالولا، وتعلمنا قياس بجهاز الضغط وبجهاز السكر وأدوات الصندوق الأولي، وتعرفنا كثير من معلومات جديدة في هذه الدورة. استفدنا حاجات واجد كإسعاف الأولي بصفة عامة للمريض، يعني وأهمها يعني من قبل ما توصل للوحدة الرعاية الصحية أو المستشفى الحالة في الحال في الوقت الحالي كيف يستفاد، كيف تقدر تسعفها، كيف تقدر تقوم بالإجراءات اللي هي الوقائية اللي توصلك لعند المستشفى. ثاني حاجة استفدنا من في تعمق في أنواع السرنجة
يعني في ليها انواع يعني بالعاميه لما بتجيب نحكم نلقوا ان السرنجه حاجه واحده، اما هي لما بتتعمق من ناحيه التمريض بتلاقي فيها اكثر من نوع اكثر من مجال كل وحده لتخصصها. ليكون حفل اختتام الدوره بالمعهد العالي للمهن الشامله بنتبيا بمشاركه ممرضين من مختلف مناطق ومحلات البلديه. في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لصندوق الضمان الاجتماعي وتنفيذا لخطة إدارة الأعلام والتوعية الضمانية لرفع كفاءة موظفي أقسام الأعلام بالفروع، كلف مدير إدارة الأعلام عبد الرحيم السنوسي عددا من موظفي الأقسام بزيارة إلى فرع البطنان لتبادل المعلومات في كيفية الاستخدام الأمثل لكاميرات التصوير وعمليات المونتاج بما يخدم المصلحة العامة، وذلك لأهمية التدريب ورفع كفاءة موظفي قسم الأعلام وتعريف الآخرين بخدماته الضمانية الممتدة عبر منطقة شاسعة داخل ليبيا. زيارتنا هنا لفرع البطنان تلبية لدعوة لجهة الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن تدريب وتطوير الكادر الوظيفي الخاص بقسم الإعلام والتوعية الضمانية في فرع البطنان لتطويرهم وأيضا رفع من المستوى الكفاءة الخاص بهم في المجال الإعلامي، سواء كان تصوير مونتاج، تصوير ثابت، مونتاج فيديو، مونتاج صورة ثابتة، وأيضا تحرير وتقديم الإذاعي فيما يخص طبيعة القسم في صندوق الضمان الاجتماعي. إن شاء الله نكون قدمنا الإضافة لفرع البطنان ونشوفه الأفضل دائما من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي. في يوم الأغذية العالمي قالت مفوضية شؤون اللاجئين إنها تواصل توسيع نطاق برامجها في ليبيا مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم الدعم لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء والذين لا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي. نعم أحمد، كل ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على الحركة العامة وحظر التجول والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ووقود الطهي. كما وأشارت المفوضية إلى أن الأغلبية لا تستطيع الحصول على عمل يومي لإعالة أنفسهم وإطعام عوائلهم. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إجلاء مجموعة مكونة من 153 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في النيجر. قالت المفوضية إنها بهذه الرحلة تستأنف عمليات الإجلاء لإنقاذ حياة المهاجرين من ليبيا منهية توقفا دام 7 أشهر، وذلك بسبب خطر جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول، موضحة أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم مواطنون من إريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان بما في ذلك 16 أسرة و15 طفلا. نشرتنا متواصلة سرتي الكرام وتتابعون فيها بعد الفاصل. طائرة الخطوط الجوية الإفريقية تصل إلى مطار بنين قادمة من طرابلس بعد انقطاع دام لأشهر. حبي انت هدفي. جديد، وهذا تذكير بعناوين الثامنة.
رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد أعيان وحكماء بلدية تراغن الأوضاع السياسية وسبل إنهاء الأزمة. وزير الخارجية بالحكومة الليبية يطلع على آخر التجهيزات لانطلاق مؤتمر سرت الثاني غدا. تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و377 حالة شفاء. وصلت إلى مطار بنين الدولي اليوم طائرة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيغا في أول رحلة تسيرها الشركة بعد انقطاع دام عدة أشهر. وحسب مصلحة المطارات بالحكومة الليبية فإن الطائرة تحمل على متنها وفدا من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية. وأوضح مطار معيتيغا الدولي أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على تجهيزات مطار بنين والإسهام في توفير كل ما يحتاجه لإعادة تشغيله. في سياق ذي صلة عقد في مقر إدارة مطار بنين الدولي اليوم اجتماع ضم رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية ومدير عام مطار بنين مع الوفد المشكل من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الذي وصل على متن طائرة الخطوط الأفريقية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية وآلية تشغيل المطار، كما وتم الاتفاق على التواصل بين الإدارة والمكاتب لتوفير أي نواقص يحتاجها مطار بنين وباقي المطارات الأخرى. ووفق مصلحة المطارات فقد أجرى الحضور جولة تفقدية داخل مرافق المطار تم خلالها إصلاح الأجهزة العاطلة وتوفير قطع الغيار اللازمة، كما وتم الكشف على أجهزة التفتيش الأمني ومعايرتها. وعقب وصول الطائرة توجه الوفد القادم من العاصمة طرابلس وعلى رأسه مدير الشركة الإفريقية للطيران على مستوى ليبيا إلى مقر الإدارة بمدينة بنغازي، حيث تم إلقاء عدد من الكلمات الترحيبية. ومن ثم قام الوفد بجولة في مقر الشركة للإطلاع على آخر المستجدات. طبعا يعجز اللسان الان عن التعبير عن الفرحه، وارى الان البسمه مرسومه على كل وجوه زملائنا في المنطقه الشرقيه والغربيه. طبعا هذه الجهود وهذه العمليه بدات تقريبا منذ 3 أشهر، وهي في استراتيجيه جديده اعاده تنشيط السوق المحلي، والهدف الاسمى كان المسؤوليه الاخلاقيه والانسانيه الواقعه علينا تجاه شعبنا الليبي. توحيد شركه الخطوط الجويه الافريقيه كان تحدي كبير لمجلس اداره القابضه بالحكومه الليبيه. قمنا بتوحيد شركه الخطوط الجويه الليبيه داخل المنطقه الشرقيه، وعندما اتجهنا الى الخطوط الافريقيه وجدنا هذا النزاع وهذا الصراع، ولكن نستغل هذه اللحظه لنشكر كل من حاز لمصلحه الشركه ولمصلحه الموظفين. بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني آلية حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت خلال اجتماع عقده بمكتبه أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، الذي قدم شرحا تفصيليا حول أسباب نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من جدابية حتى سرت، مؤكدا أن السبب الرئيس هو الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل. من جانبه أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية بالحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة وضمان وصول المياه إلى كل بلدية ومدينة على امتداد الخط الناقل. كما وجه المؤسسة الوطنية للموارد المائية إلى زيارة بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي. يواصل العاملون بمكتب خدمات الفكهة أعمالهم في تنظيف شوارع المدينة رغم ما يعانيه المكتب من قلة الإمكانيات، إلى جانب عدم تقاضي العاملين فيه مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر.
هذا ويعاني مكتب خدمات النظافة بالفقهة من عدم استكمال أعمال السباكة وعدم تركيب مظلات خاصة للمركبات الآلية التابعة له، كما وتشهد المدينة حملات نظافة واسعة لاقت الاستحسان من أهالي المدينة. الثمينة ما زالت متواصلة وفيها بعض الفاصل. أبو الغيط يقول إن استئناف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مدان ويدمر حل الدولتين. أهلا بكم إلى أخبارنا العربية والدولية، حيث أذان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس موافقة إسرائيل على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أن عودة إسرائيل إلى النشاط الاستيطاني مرفوضة ومدانة وتناقض ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي نحو السلام والاستقرار في المنطقة. أبو الغيط قال أن هذا النشاط الاستيطاني يشكل عائقا هائلا أمام تطبيق حل الدولتين، وأن إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها يعكس إصرارها على رفض تطبيق هذا الحل، وكذلك العمل على تدمير فرص تحقيقه في المستقبل. من جهته دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المتعلقة بالاستيطان، مجددا التأكيد على أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي ويعد إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام. جاء ذلك في بيان صحفي أشار فيه المنسق الخاص نيكولاي مالدينوف إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 5000 وحدة سكنية معظمها في مواقع بعيدة في عمق الضفة الغربية المحتلة. وقال ميلادينوف إن العدد الكبير لهذه الوحدات وموقعها يثيران القلق البالغ لدى كل الملتزمين بالنهوض بجهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن نحو 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، علاوة على 690 مليون شخص يفتقرون أصلا إلى الطعام الكافي، كما لن يستطيع أكثر من 3 مليارات شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي. جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 16 من أكتوبر من كل عام. وقال غوتيريش أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء والسعي المشترك إلى القضاء على الجوع. وأشار الأمين العام إلى أن جائحة كورونا جاءت لتزيد من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تردت إلى مستوى لم تشهده منذ عقود. وقبل أن نختم معكم ثمينة سلتي الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد أعيان وحكماء بلدية تراغن الأوضاع السياسية وسبل إنهاء الأزمة. وزير الخارجية بالحكومة الليبية يطلع على آخر التجهيزات لانطلاق مؤتمر سرت الثاني غدا. تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و377 حالة شفاء. نهاية الثامنة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، كان معي في تقديمها أحمد بوغرسة وأحمد جوحة. في أمان الله، إلى اللقاء.